لم تمض أيام على الذكرى الأولى لفاجعة انفجار مرفأ بيروت حتى حلت بلبنان كارثة جديدة ضحاياها مدنيون. الكارثة الجديدة هذه المرة في مدينة عكار شمالي لبنان، حيث هز المدينة انفجار ضخم ليس لنترات الأمونيوم بل لصهريج وقود، انفجار أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة آخرين بجروح بعد خروجهم من تحت الركام وفقاً لبيانات الصليب الأحمر اللبناني. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، وأخرى تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات القريبة من المنطقة للعلاج. ما فيني خبرك على المنظر، أكيد في ناس بعد ما عرفت هويتها لأنه مشوهة، في مفقودين من بيناتهم صهري اللي هو كمان مؤهل أول متقاعد بالجيش اللبناني. الانفجار جاء وسط أزمة اقتصادية هي الأكبر في تاريخ لبنان وأخرى سياسية لا تقل سوءا عن سابقتها، حيث فاقمت الحادثة الغضب الشعبي على الطبقة السياسية. ومن مظاهر الغضب هذا ما أعلنته مجموعة محلية تسمي نفسها القوة الضاربة في عكار عن قرارها مصادرة أي شاحنة وقود تمر عبر البلدة لصالح المولدات، متهمين سياسيين نافذين بالتسبب بالانفجار بسبب استمرار عمليات تهريب مادة المازوت إلى سوريا في الوقت الذي يحرم فيه السكان من الكهرباء ووسائل النقل المختلفة بسبب شح الوقود وفقا لوسائل إعلام محلية. أما على الصعيد السياسي فقد طالب رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءا من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انفجار عكار، متهما السياسيين بالإهمال. ويقول مراقبون لبنانيون إن انفجار عكار يعد سقوطا جديدا باتجاه القاع في الأزمة المالية التي تفجرت أواخر عام 2019 بفعل عقود من الفساد وسوء الإدارة من السلطة الحاكمة التي فشلت حتى الآن في إيجاد حلول ناجعة لأزمات لبنان، بينما يسقط أكثر من نصف اللبنانيين في براثن الفقر المدقع.